إذا وصلنا إلى distribution, absorption, metabolism, distribution, ثم elimination. في distribution قلنا when an individual is taking two medication, أخذ دوائين that are highly protein bound, ارتباطها بالبروتين عالي جدا, معناته the free drugs قليلة, they may compete for binding sites on the albumin molecule. فحيصير في تنافس لو الاثنين متخدين على ايش, على الالبيومين, مين اللي bound to it. Because of this competition في عملية الديستريبيوشن, طبعا حيصير في عندي انا more free drugs, more unbound drugs. يعني لو هذا بده يرتبط اكتر من هذا, تمام, لكن في النهاية انه الاثنين حياخدوا حصة من الالبيومين اللي يرتبطوا فيها, هتكون على حساب ايش التاني. فبالتالي نسبة الفري دراجز من الدواء الاول هتزيد, ونسبة الفري دراجز من الدواء التاني هتزيد. This may lead to unpredictable drug response. ممكن اني انا اشوف انا نتائج اكتر او اقل من المرجوة, وهذا اللي احنا بنسميه الدراج دراج انتراكشن. اذا دوايين مع بعض عملوا انتراكشن على مستوى الديستريبيوشن, شفنا على مستوى الابزوربشن وعلقنا, شفنا على مستوى الان على مستوى ايش الديستريبيوشن. كيف يعني؟ يعني وهم في مع البروتين بدهم يعملوا باوند, فممكن انه واحد يأثر فالتاني ما يقدرش يعمل باوند بالمرة, فبالتالي يكون فري الدراجز عالية جدا, وممكن يصل الى ايش, الى توكسيسيتي منه. ممكن الدواء يقلل البروتين باوند او يزود البروتين باوند, فبالتالي في اكشن غير المتوقع, نون بريدكتابل او ان بريدكتابل ريسبونس, مش المستحبة في غالب الأحيان بغض النظر بالارتفاع أو بالانخفاض, فهذا بنسميه interaction. إذا the drug-drug interaction هو when the presence of one drug قلل أو زود في نفس الشيء. الزيادة أخو النقصان, ممكن الزيادة تعمل مشاكل وممكن النقصان تعمل مشاكل. فبالتالي presence of one drug decrease or increase the actions of another drug that is administered concurrently في نفس الوقت. عشان هيك انت لما بدك تاخد two drugs في نفس الوقت بدك تتأكد انهم مش التنين بيعتمدوا على انهم bound to الالبيومين, واذا صار انه ما يؤديش الى انه يعطيني action اعلى من المرجو او انه يلغي الاكشن لاي منهما, بحيث انه هذا الانتراكشن سيؤثر في النهاية سلبا على صحة الانسان. طيب في حاجة اسمها, واحنا بناخد الديستريبيوشن, volume of distribution. volume of distribution هذا مصطلح ممكن نسمعه كتير خاصة لو اشتغلنا في مستشفيات. volume of distribution هي قيمة theoretically نظرية, اللي هي الدواء قديش المساحة اللي بده يتوزع فيها. فوالله اذا توزع بس على قد البلاد ستريم في هالثلاثة لتر, الفوليوم اوف ديستريبيوشن لإله يعني لو فوليوم اوف ديستريبيوشن زي معظم الووتر سوليوبل دراجز, فهذه لها الفوليوم اوف ديستريبيوشن واطي. الادويه اللي تعتبر فاتي سوليوبل وتعتبر بتصل الى كل ال السايت اوف اكشن والى ديستريبيوشن عالي جدا, فممكن انا اشوف فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي جدا. طبعا هذا ريفلكت ايش الرقم اللي انا بشوف في الفوليوم اوف ديستريبيوشن, مدى ايش, مدى توزيع ومدى انتشاريه هذا الدواء. خلينا نشوفها بايضاح اكثر. اذا هي ثيوريتيكال فوليوم used to describe the various areas in which drugs ممكن انه distributed. والله اذا قلت انا في 3 لتر يعني بس عقد البلازما ومش حيتوزع اكتر من هيك, يبقى هذا الفوليوم ديستريبيوشن له اقل ما يكون, حلاقي ايش عبارة عن 3 لتر تقريبا. كل ما زاد الفوليوم اوف ديستريبيوشن معايا كل ما الدواء ايش
بيكون distributed more. فهي theoretical volume زي ما حكينا. These areas, these compartments ممكن البلد ممكن تكون أكتر فتكون البادي ووتر كلها، ممكن البادي فات، أي شيء آخر. كل ما زادت كل ما زاد الفوليوم of distribution. إذن توضيح للي ذكرناه توي، الأدوية اللي إلها high water soluble يعني إلها volume of distribution قليل جدا، هي إلها smaller volume of distribution واللي هي على قد إيش بس بتكون في الدم، فبتبقى إيش high blood concentration. logical الكلام اللي بنحكيه، كل الدواء موجود في الدم ما صارلوش distributed لأنه volume of distribution لهذا الدواء قليل، فالدواء هذا تركيزه في الدم بضل عالي لأنه مش هيروح لمكان تاني. أما الأدوية اللي إلها highly fat soluble وهي الأغلبية من الأدوية واللي هي have a larger volume of distribution عشان بديها تصل إلى sites of action، وإلها طبعا low blood concentration لأنها مش قاعدة في الدم على طول بدها إيش enter it. جميل جدا. برضو هنا في احد الطلبة ممكن يقول لي والله يا دكتور صار عندي لبس، احنا تو كنا نحكي على الفري دراجز. يا عمي هلا الدواء لما يدخل بده باوند تو بلازما بروتين اللي هو ايش البيومين، وبالتالي الجزء اللي بده يعمل الاكشن اللي هو مين الفري دراجز. هذا الدواء الفري هل شغله بس عقد البلازما يعني الفوليوم اوف ديستريبيوشن لإله واطي، ولا بده يكون له ايش فوليوم اوف ديستريبيوشن عالي وبالتالي حشوف تركيزه في الدم منخفض؟ وضحت ان شاء الله. اذا الفوليوم اوف ديستريبيوشن انكريز with increase amount of the drug in the body at any time and will decrease the concentration in plasma at the same time. في نفس اللحظة إذا كان تركيزه عم بيزيد الدواء في البادي وعم بيقل في البلازما يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن ليله عم بيزيد. واضحة إن شاء الله للجميع بإذنه تعالى. طيب بناء على كده فواضح تماما وفي بعض السايتس في الجسم very difficult انه الدواء distributed لإلها. على سبيل المثال العظم، لانه العظم هو ايش poor blood supply، اصلا ما فيش يعني vasculature فيه عالية جدا، فبالتالي صعب انه يكون في distribution عالي او volume of distribution عالي. كذلك الفيسيولوجيكال بارير تبع الدماغ، مثلا مش في عنا البي بي بي اللي هو بلاد برين بارير واللي هو هذا سبحان الله زي كده حاجة فيسيولوجية، حاجز بيوقف زي حارس كده، انت عدي انت ما تعديش، فلا يسمح لكل شيء انه يصل الدماغ فبيحافظ عليه، فبالتالي difficult for drug to pass through it، لازم ياخد الاذن، فبالتالي مش كله مسموح له يعدي. فهذا من ضمن الحاجات اللي بتأثر على الديستريبيوشن للدواء. وفي مثال توضيحي هنا على اساس يوضح لنا الامر بشكل جلي، وهذا طبعا موضع سؤال امتحان، انه if there are two drugs دوين أخذناهم لنفس الفارماكولوجيكال أكشن وبنفس الجرعة الدوائية، الدواء الأول قال لي هذا الدواء هاي بروتين باوند، رجعنا لقصة البروتين باوند 99% باوند تو بلازما بروتين، معناته قديش الفري دراجز 1% تحقق الأكشن. دواء تاني اتاخد بيعطي نفس المفعول الدوائي واخدته بنفس الجرعة
لكن كان له البروتين باوند قليلة 60% مثلا، معناته 40% فري هي اللي عملت نفس الاكشن اللي عمله الدواء الاولاني اللي كان 1% بس فري. اذا both drugs الاول والثاني اعطوا نفس الاكشن واتخذوا بنفس الجرعة، فهذا معناته 1% فري of the first drugs equal في البوتنسي لإلها للأربعين في المية of the second drugs. وهذا بيخليني أقول إنه الفيرست دراجز 40 times 40 ضعف more potent than the second. طبعا هنا الفوليوم of distribution هي constant لأي دواء. لما أقول أنا الفوليوم of distribution 3 للدواء الفلاني يعني هو إله الفوليوم of distribution قليل. Volume of distribution لدواء 100 لتر يعني Volume of distribution لإله عالي. طبعا هنا تقريبا عطيني الكومبوزيشن تبعت الكوربورال ووتر ديتيرمينيشن داخل الجسم، فالاثنين ده 3 لتر بيكونوا في الانترافاسكولار ووتر اللي هما بلازما الدم، وفي طبعا عندي في الاكسترافاسكولار ووتر 6 ل 9 لتر. وممكن لما اقول انا 23 لتر يبقى بتكلم عن الانترافاسكولار ووتر. في inaccessible water اللي هي يعني inaccessible هذه اللي هي زي اللي في العظم 8 لتر تقريبا طبعا، وفي الترانسيلولار ووتر اللي هي حوالي 2 لتر. هذه طبعا الارقام ليست للحفظ. طبعا بالنسبة للديستريبيوشن بدنا نذكر مثال بدنا نحفظه عشان نفهم القصة كلها. دواء اسمه وارفارين تمام بتاخد، وفي دواء اسمه أميو دارون. الوارفارين اللي هو الكوما دين تمام بناخده لتجل عشان التجلطات، و الأميودارون بنظم كهربة القلب وبنظم اللي هي ضربات القلب. طيب الدوائين هدول لما يتاخدوا وجدوا انهم بتنافسوا على الارتباط في البلازما بروتين ماشي، فذي كومبيت فور البروتين بايندينج سايتس. هذا بده يرتبط وهذا بده يرتبط، والاثنين عندهم كفاءة لأنهم يرتبطوا في هذا البروتين. هذا لو اتاخذ بدون الدواء الثاني حيكون فيه فري دراجز معينة، والأميودارون لما يتاخذ حيكون له فري دراجز معينة وفي كمية ثانية باوند. طب لو اخذت الاثنين مع بعض شوف الدراج دراج انتراكشن اللي حيصير ايش هالوقت. هذا حيرتبط بشوية بروتينات وهذا حيرتبط بشوية بروتينات، فزادت كمية الفري دراجز من الوارفارين وزادت كمية الفري دراجز من الأميودارون، فبالتالي صار عندي higher levels of free وارفارين و higher levels من الأميودارون، واللي هو حيزود الاكشن of both drugs واللي هو ممكن يمثل خطورة على صحة الإنسان إذا ما عملش adjustment للدوس. وهذا مثال يعني لازم ينتبهوا منه خاصة دكاترة القلب، أكثر دكاترة ممكن يكتبوا يلزمهم يكتبوا الحاجتين هدول. فما بينفعش أنا أعطي الوارفارين والأميو دارون إلا إذا كنت مضطر ولازم أعمل adjustment للدوس، أكيد حصير أخذ كميات أقل عشان ما يصيرش عندي توكسيسيتي في أي منهما. الآن بناخد موضوع الأيض اللي هو الحاجة الثالثة بعد الأبزوربشن بعد الديستريبيوشن، بده يصير أيض، بده يصير هدم، بده يصير بايو ترانسفورميشن، بده تتحول هذا الدواء في الجسم إلى مادة ثانية يعني يصير له ميتابوليزم. فالميتابوليزم involves the biochemical alteration of a drug into inactive metabolite، بده يتحول إلى
المادة اللي أخذناها هتتحول إلى مادة تانية غير فعالة، ممكن يتحول إلى مادة more soluble compound وده بيسهل خروجها، ممكن يتحول إلى مادة more potent active metabolite إلى مادة تانية ولكن لها فعالية وقد تكون فعالية أكتر، فبالتالي لازم تخضع بعد هيك لميتابوليزم تاني وتالت ورابع لحد ما تصل لإيش؟ more soluble inactive metabolite to be excreted اللي هي المرحلة الأخيرة، أو ممكن يتحول إلى less active metabolite. إذا في النهاية في bio transformation عم بتحول لعملية إيش؟ الخطوة اللي بعدها بده يصير له عملية إيش؟ excretion. وممكن في بعض منهم بيصير لش changes، بيصير لش metabolism، وانما بعد الديستريبيوشن بده يصير له عمليه اكسكريشن، طبعا لما يروح للسايتس اوف اكسكريشن اللي هي مينلي الكيدني ان ذا يورين. ذا اورجان موست ريسبونسبل عن عمليه البايو ترانسفورميشن او الميتابوليزم هي ايش؟ الكبد. زي ما هناك حنقول الاورجان اللي موست ريسبونسبل عن الاليمينيشن هيكون هناك ايش؟ الكيدني. خلينا الان في الميتابوليزم. غير الليبر في حاجات تانية ممكن تعمل بايو ترانسفورميشن اور ميتابوليزم، طبعا الكيدنيز برضو ممكن تعمل واللنجز، لكن مينلي او الموستلي هو الليبر لو انسألنا في هذا الموضوع. الهيباتيك ميتابوليزم انفولف ذا اكتيفيتي اوف، طبعا في عندي انا انزيم كومبلكس، هذا مجموعه انزيمات مسؤوله عن هدم وايض معظم الادويه، وهي تسمى سايتوكروم بي 450 انزيمز، واللي هو برضه ممكن تلاقيها تحت اسم مايكروزومال انزيمز. They are largely targeted at a lipid soluble drugs. طبعا الليبيد سوليبل دراجز بيصير لها ميتابولايت مينلي من خلال هذه الانزيمات، which are typically very difficult to eliminate. طبعا مش حيصير elimination الا من خلال انه تعدي على هذا الانزيمز، في حين انه في ادوية تانية ممكن انها excreted unchanged، قصتها مش صعبة. These include the majority of medications اللي بتحتاج إلى هذا الميكروسومال انزيمز. عملية الأيض أو عملية البايو ترانسفورميشن هي تفاعل بده يصير في الكبد، إما يصير أوكسيديشن أو ريدكشن، يا أكسدة يا اختزال يا هيدروليسيز يا كونجوجيشن، يجي يرتبط فيتحول إلى إيش؟ إلى inactive metabolite ويصير more easily to be excreted. إذن those medications with water soluble molecules may be more easily metabolized by simpler chemical reactions. زي إيش؟ إنه يصير له hydrolysis ويصير له أيض بسهولة، يعني مش قصة ال water soluble drugs، في حين إنه الفات soluble drugs هي اللي قلنا لازم انها تخضع الى انزيمات الكبد عشان يصير لها عملية ايض اللي حيسهل عملية اخراجها وحيحولها الى مواد inactive metabolites. طبعا هذا الدواء لما بده يرتبط بالانزيم يصبح اسمه ايش؟ substrate لهذا الانزيم. اذا الدراجز اللي هي metabolite by specific enzymes are said to be substrates to those enzymes. فبتيجي بترتبط بهذه الانزيمات فبنسمي هذا الدواء هو السبستريت لهذا الانزيم، وبيكون structurally طبعا جاهز لانه يرتبط فيه. والادوية بتنعمل بهذه الطريقة انها تقدر نصير محددة اصلا كيف بده تأدي الاكشن تبعها. فاحنا بنقول الان انه انواع البايو ترانسفورميشن مرة تانية: oxidation, reduction, hydrolysis and conjugation. الدواء لو عمل احد الثلاث حالات اللي قلناها اكسدة اختزال hydrolysis، فطبعا هذه بتزود ايش؟ بتزود السهولة في الاكسكريشن، يعني بتخلي الدواء more polar
make it easily to be excreted لأنه بيصبح more water soluble, more easily excreted and loss of the pharmacological activity. تمام؟ تمام. الآن بالنسبة للأدوية اللي راحت مثلا في الكبد عملت conjugation with ايش؟ with another substance will form مادة أو ميتابولايت هو less toxic with less activity ولكنه ايش؟ more easily to be excreted برضو. قال لي طيب عملية الأيض هذه أو البايو ترانسفورميشن capabilities of the liver can vary from patient to patient. يعني لما بيجي يصير تعامل مع الدواء هذا بايو ترانسفورميشن أو الأيض لإله تختلف من إنسان لإنسان بسبب فاكتورز ممكن يتغير اللي هي جينيتيك فاكتورز على سبيل المثال. ففي بعض المجموعات من الناس بتلاقيه مثلا بيقول لك والله بياخد حبة مثلا الفاليوم عشان ينام ما بتنيموش, وفي بياخد حبة الفاليوم بتنيمه يومين. هذه جينيتيك فاكتورز أدت إلى إيش؟ إلى إنه غيرت البايو ترانسفورميشن, فممكنها تؤدي إلى إنها تلغي مفعول دواء أو تضاعف مفعول دواء جينيتيكالي. وممكن كثير من الأمراض اللي لها علاقة مين اللي بالقلب أو الكلى, هذه طبعا لو في مشكلة في القلب أو الكلى حيقلل الميتابوليزم, فحيكون عملية إيش؟ الميتابوليزم تضعف. كذلك concurrent use of other medications, كتير أدوية ممكن تتاخد في نفس الوقت طبعا ممكن إنها إما إنه تزود الأيض زي الباربيتوريت والريفامبين والفينيتول, وممكن إنها تقلل الأيض زي الكيتو كورازول. طبعا أنت كتغذوي أنا ما بطالبك تحفظ الأدوية هذه اللي قاعدين بنذكرها, ولكن مهم جدا إنك تعرف إنه في عندي عملية أيض ممكن يزيد ويعلى, وفي مصطلح enzyme inducer و enzyme inhibitor هذه أنا بأطالبك فيها اللي إحنا حنشرحها في السلايدات القادمة. Many drugs ممكن إنه يمنع أو يثبط الميتابوليزم, يعني الإنزيمات اللي بدها تهدم الأدوية, الإنزيمات الأيضية اللي بدها تعمل أيض, لما أخذ أنا دواء عمل تثبيط لهذا الإنزيم, فبالتالي فيش قدرة لهذا الإنزيم لأنه يعمل ميتابولايت للأدوية, يبقى هذا إيش؟ Enzyme inhibitor. يبقى هذا الدواء هو Enzyme inhibitor, يعني خلى الإنزيمات غير قادرة على الميتابوليزم للأدوية. Decrease or delay in a drug metabolism has resulted in accumulation of the drug, فبالتالي ممكن الأدوية تتراكم, حيصير في prolongation للإفكت لإلها, وممكن تعمل أو توصل إلى drug toxicity, فبدنا ندير بالنا من هذه النقطة. الحاجة الثانية لازم نعرفها إنه ممكن أنا أخذ أدوية إيش تسوي لهذه الإنزيمات اللي مفروض إنها تهدم الأدوية, انه ممكن انها تعمل استيميوليشن لإلها, فعشان تعمل استيميوليشن او اندكشن لإلها فسموها انزيم انديوسر, يعني هذه الادوية زودت عمل الانزيمات في قدرتها على هدم الادوية, فاذا حيزيد للدرج ميتابوليزم results in, حيقل الفارماكولوجيكال افكت لهذه الادوية لدرجة انه ممكن تكون بدون فعالية. الآن سننتقل إلى الإكسكريشن of the drugs.